يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نجد في كتب التوحيد وما أشبهها يذكرون دائما الاستقراء والتتبع، فما ما أشبهها معنى؟ وش اللي أشبهها؟ نعم، يقول يذكرون دائما الاستقراء والتتبع. نعم، فما معنى الاستقراء؟ هذه مسألة أصولية. استقراء يعني تتبع الأشياء الواردة، تتبع الأشياء الواردة في الشيء، في حكم الشيء. نعم.